النفسية محتاجة إيه؟ سؤال بنسأله من فترة للتانية، وده لأن نفسيتنا دائماً متغيرة تماماً زي فصول السنة. يعني مثلاً في الصيف النفسية محتاجة بحر وشمس وروقان، لكن في الخريف والشتاء الوضع مختلف تماماً، لأن النفسية في الغالب بتكون مش على ما يرام. كتير مننا في فصل الخريف بالذات بيحس بالملل والحزن من غير سبب، وعدم الرغبة في الاختلاط بالناس، وفقدان الطاقة والحماس والمزاج السيء، وده اللي بيعرفه العلماء بالاكتئاب الموسمي أو اكتئاب الخريف. وده بيرجع لأسباب كتير وضحها بعض الباحثين والدارسين لعلم النفس، منها مثلاً إن الجو في الخريف بيكون غير مستقر، يوم برد ويوم حر، كمان مش بيكون فيه تعرض كبير لأشعة الشمس، وعدد ساعات النهار قليلة، ده غير إن في بعض الناس ممكن تعاني من الأرق ولخبطة في عدد ساعات النوم. مهم جداً إننا نعرف إن مش بس الستات هم اللي معرضين للإصابة بالاكتئاب الموسمي، لكن كمان الرجالة والأطفال، وده بيرجع لطبيعة الشخصية وسماتها النفسية. بالتأكيد النوع ده من الاكتئاب ممكن يقلل من الطاقة في الشغل ويسبب مشاكل في الحياة الأسرية، وبشكل عام بيأثر بالسلب على النشاط اليومي اللي بيقوم بيه الإنسان في حياته. وللتغلب عليه والخروج من الحالة النفسية السيئة اللي بيسببها، بينصح خبراء علم النفس بضرورة ممارسة الرياضة والتعرض لأشعة الشمس وتناول أكل صحي ومتوازن.